باسم الآب والابن والروح القدس. إلهنا الواحد أمين. تحل علينا نعمتك ورحمتك وبركاته من الآن وإلى أبد الدهور كلها أمين. نشكر الله من أعماق قلوبنا لأنه أعاننا وأتى بنا إلى هذه الساعة. نشكره على كل حال ومن كل حال وفي كل حال. إلهنا الصالح القادر أن يعطينا رسالة لحياتنا أمين. إنجيل هذا الصباح المبارك فصل من البشارة المقدسة بحسب ما كتب معلمنا القديس ماري يوحنا البشير في الإصحاح الأول. وإنجيل النهاردة هو إنجيل دعوة نثنائيل. دعوة نثنائيل. نثنائيل ده تم دعوته وانضم إلى تلاميذ ربنا يسوع المسيح ودعي باسم بعد كده مين حد يعرف؟ بارثولماوس الرسول. نثنائيل هو القديس بارثولماوس الرسول، تغير اسمه لما دخل في ايمان ربنا يسوع المسيح وبقى من زمرة التلاميذ فسمي بارثولماوس زي بطرس. كان اسمه ايه في الاول؟ حد يعرف اسمه بطرس ايه؟ كان اسمه سمعان اسمه بطرس. ربنا يسوع المسيح لما بدا دعوته لنثنائيل الانجيل بيقول اتى الى الجليل. ربنا يسوع المسيح كان موجود فين؟ ربنا يسوع المسيح كان موجود في بيت لحم. ولد في بيت لحم. طب ايه اللي وداها الناصره؟ بعد ما نزل مصر لما هرب من وجه هيرودس رجع على الناصره، والكتاب بيقول لكي يدعى ايه؟ ناصريا. هنعرف ليه. اليهود في كتاب التلمود اللي هو يعتبر اقدس كتاب عندهم بعد التوراه، في أول كتابة في هذا الكتاب بيقولوا الله خلق إسرائيل خرافا لعبادته وخلق الأمم كلابا لخدمة إسرائيل. يخلي بالنا من الكلام، الله خلق إسرائيل خرافا لعبادته وخلق الأمم كلابا لخدمة إسرائيل. فكان المجتمع اليهودي بينظر إلى الأمم كلهم ككلاب نجسين حتى ما يسكنوش معاهم، فلكي لا يتنجسوا كانوا يسكنوهم فين؟ في الجليل. كله يبقى عايش في الجليل، وعاصمة الجليل الناصرة. فالناصرة كانت كلها قتلة وقطاع طرق وناس صعبة خالص، حتى دايما نشوف الآية في الكتاب بتقول أمن الناصرة يخرج إيه؟ شيء صالح، مفيش. نلاقي كل الأماكن في إسرائيل خرج منها أنبياء. كل الأماكن خرج منها أنبياء إلا الناصرة. مفيش نبي خرج من الناصرة، وكانت شهرتها شهرة صعبة جدا. هي مكان للصوص والقتلة وقطاع الطرق والناس الصعبة خالص. حتى نيقوديموس لما كان بيحاول ان هو يدافع عن ربنا يسوع المسيح في المحاكمة، قيافة قال له ايه؟ قال له تبصر، انت معلم، انت معلم في اسرائيل، الناصرة يطلع منها حد كويس؟ فكانت الناصرة مكان صعب خالص. فلما ربنا يسوع المسيح رجع من مصر رجع على الناصرة، عشان هو جه للناس الذين ليس لهم احد يذكرهم، للناس المبغضين، للناس المنبوذين، للناس الاشرار الوحشين اللي ما حدش يتعامل معاهم. جاء الى الامم لكي يردهم الى حضيضه الخلف. فده سبب ان ربنا يسوع المسيح راح الناصره، وهنا كان بدا في الجليل الخدمه دي. فيلبس كان برضه من زمرة رسل ربنا يسوع المسيح،
لكن فيلبس كان في بيت سيطة، مولود في بيت سيطة زي باقي التلاميذ كلهم كانوا من بيت سيطة، ونثنائيل من مواليد بيت لحم، لكن دول كانوا ساكنين في الجليل. فربنا يسوع المسيح لما دعا فيلبس شافه قال له تعالى اتبعني، فيلبس قابل نثنائيل انه كان صديقه، فقال له تعالى لقينا النبي اللي قال عليه موسى، وجدنا المسيح. موسى تنبأ قال لهم هيجيكم نبي زي هتتبعوه ويخلصكم. ففيلبس لما تبع ربنا يسوع المسيح وقابل نثنائيل صديقه قال له تعالى احنا لقينا المسيح. فراح نثنائيل سأل فيلبس قال له هو منين؟ نثنائيل كان عالم وقارئ ومتعلم في الناموس، فسأل فيلبس قال له منين النبي ده؟ قال له ايه؟ رد عليه قال له ايه؟ قال له من ناصرة. فقال له أمن ناصرة يخرج شيء صالح؟ يرد عليه فيلبس يقول له ايه؟ اللي خد باله من الانجيل النهارده، تعالى وانظر، تعالى وشوف. دي كانت الضعف الموجوده في فيلبس وموجوده فينا ايضا. تعالى وشوف. طب انت عارف الناموس وعارف اللي قاله موسى. انت عارف كويس الناموس وعارف اللي قاله موسى. تعالى وانظر. فراح نثنائيل تبع فيلبس وذهب الى السيد. قصه فيلبس والضعف اللي في فيلبس هي اللي فينا برضه. احنا ما كناش نشوف بعينينا ما ايه؟ ما نصدقش. وده اللي كان مع فيلبس بالضبط. انت بتدعوه وبتقول له هو اللي قال عليه موسى تعال. قال تعالى موسى. قبلها على طول في معجزة إشباع الجموع الخمس آلاف نفس من خمس خبزات وإيه؟ وسمرتين. أما ربنا يسوع المسيح كان بيعلم الجموع وأشفق عليهم وحب إن هو يأكلهم عشان المكان اللي كانوا موجودين فيه ما كانوش فيه طعام. فالتلاميذ قالوا ربنا يسوع اصرف الجموع لان الموضع الذي نحن فيه ايه؟ قفر. موضع قفر. تلاميذ الجموع كده خلي بالكم. الموضع اللي فيه ربنا يسوع المسيح قفر. طب ايه الموضع الحلو؟ الموضع اللي موجود فيه ربنا يسوع المسيح قفر، امال ايه الموضع الحلو؟ طب هما بيقروا المزامير. مزمور 107 في عدد 35 بيقول الذي يجعل القفر غدير ماء. القفر لو وجد فيه ربنا يسوع المسيح هيحوله لجداول ميه. يبقى انتوا التلاميذ بيقولوا الموضع اللي احنا فيه قفر. فراح ربنا يسوع المسيح كان عايز ياكل الجموع. فبيقول لهم نجيب لهم منين طعام؟ رد فيلبس بص كده بدأ ينظر قال لهم ما يكفروش خبز الكام؟ ب 200 دينار. طب هو ربنا يسوع سألك قال لك دول يكفيهم خبز الكام؟ ولا قال لي هاكلهم ازاي؟ ما هو لو عنده ايمان كامل بربنا يسوع المسيح ربنا سأل هاكلهم ازاي؟ قال له انظر الى السماء وبارك وحط ايدك يا رب تشبع كل الجموع واكثر من دول. مش انت مؤمن بيه يا فيلبس؟ وانت عارف الناموس ان موسى قال هيجيكم مسيح مثلي ويصنع بكم المعجزات.
لما موسى قاد الشعب 40 سنة في البرية وصلى إلى الله فأعطاهم الله الغذاء السماوي، إداهم إيه؟ إداهم المن والسلم. 40 سنة كانوا تايهين في البرية والله كان يقوتهم، الله كان يقوتهم بصلاة موسى. 40 سنة كل سنة 365 يوم في 3 وجبات في اليوم، يعني ربنا اداهم 130 مليون وجبة، 130 مليون وجبة. واستكثروا على ربنا يسوع المسيح الإلهي الكلمة الظاهرة في الجسد ضابط الكل أن يؤكل الناس بالأرواح، لكن هم كانوا بيبصوا بإيه؟ يبصوا عليهم. تعالوا انظروا، فربنا يسوع المسيح قال هذا لكي يختبر فيلبس، هو ده فيلبس واحنا زيه، عمل ربنا ما بتصدقوش معانا، ممكن نتكلم عليه لكن ما بنصدقوش معانا. حتى فيلبس قال ربنا يسوع المسيح بعد الكلام ده كله أرنا الأب وإيه؟ وكفانا. كل ده وعايز تشوف الآب لسه؟ قال له يا فيلبس من راني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. إزاي تؤمن وتقول الكلام ده؟ إحنا إزاي نقول الرب وعية فلا يعوزني شيء ونخاف؟ إزاي نقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا وخاف؟ نحن نحفظ الآيات لكن لا ندرك عمل الله معنا في الضيقات. ازاي؟ ازاي؟ كان في راجل وامراه برين امام الله اسمهما زكريا وايه؟ وإليصابات. زكريا ده كان كاهن وكان إليصابات امراته امراه عاقره. الكاهن في إسرائيل كان بيبدأ خدمته في 30 من عمره، وفي عمر 68 سنة ظهر رئيس الملائكة الجليل غبريال عن يمين مذبح البخور لزكريا الكاهن الشيخ، كان عنده 68 سنة، وقال له قد سمع طلبتك، ليه 38 سنة بيصلي إن ربنا يعطيه إيه؟ نسر. 38 سنة بيصلي ربنا يعطيه نسر، وربنا استجاب وهو عنده 68 سنة. ما صدقش، ده معقول؟ ده أنا شيخ وإمارة متقدمة في أيامها، إزاي هيكون ليها نسر وأنا يقول ليها نسر في السن ده؟ طب ما انت بتعلم الناس. ابراهيم كان عنده 100 سنة وسارة عندها 90 سنة وربنا افتقدهم باسحاق. طب ازاي بتعلم بحاجة وانت مش مصدقها؟ زي فيلبس وزينا بالضبط. لا نصدق عمل الله في حياتنا. مكتوب ونؤمن بالمكتوب لكن لا نؤمن بعمل الله معنا. عشان كده ربنا بيتباطا في تنفيذ طلباتنا عشان مش مصدقين. فراح الملاك غبريال قال له ايه؟ طالما ما صدقتش هتسكت خالص، مش تتكلم لغايه لما ترى عمل الله معك. كان المفروض زكريا اول ما يسمع كلام الملاك غبريال يقول ايه؟ صمت لا افتح فمي لانك انت يا رب قد فعلت عمل الله في حياة الإنسان، لكن ما عملش كده، بدأ يجادل، إزاي وأنا شيخ؟ طب أنت بتعلم، بتقول إبراهيم قعد 100 سنة وسارة قعدت 90 سنة، والله يستجيب في الوقت المناسب، الله يعطي الإنسان في الوقت المناسب، يكون عندك إيمان، لكن ما حصلش كده،
فراح الملك قال له هتفضل ساكت لغايه لما ترى عمل الله. دي كانت حاجه صعبه بالنسبه للكاهن. الكاهن شغلته هي ايه؟ الكلام. يصلي ويوعظ ويفتقد ويقرب الناس كله بالكلام، فانسكت يبقى وظيفته خلاص تجمدت، يبقى يوحى لبيته يقعد في بيته. لما كنت شفته كاهن اخرس ما هيعلم الناس ازاي؟ هيصلي ازاي؟ هيمشي للناس ازاي؟ فلو كاهن اخرس يبقى كاهن عديم الفايده والقيمه. لا هيعرف يعلم ولا هيعرف يفتقد ولا هيعرف يوعظ ولا هيعرف يقوم ولا هيعرف يعمل اي حاجه. روح بيته زي وفي الوقت المحدد من قبل الله حبلت اليصابات وولدت القديس العظيم مين؟ يوحنا المعمدان اعظم مولد النساء. احنا زي فيلبس بنحب نشوف عينينا حتى لما ربنا يعطينا كل الوعود وكل العهود لكن لا نثق لان ايماننا ضعيف، لكن حينما نرى وعود الله نسكت. صمت لا افتح فمي عشان بعد تنفيذ الوعد اقول بملء الفم مع داود النبي امنت لذلك ايه؟ تكلمت. دي دعوه فيلبس وقصه فيلبس. فبنيجي لنبنائيل، روح لنبنائيل وقال له تعالى شوف المسيح. راح نثنائيل كان صديق لفيلبس، واول ما شاف ربنا يسوع المسيح زي ما قال الانجيل النهارده قال ده اسرائيلي حقا ايه؟ لا غش فيه. فنثنائيل فكر ان فيلبس يديله فكره. فراح بص لفيلبس كده، انت عرفت منين يا معلم؟ اسرائيلي حقا لا غش فيه معناها ان لم يدخل في نسل وتسلسل جدود نثنائيل حد من الامم خالص. فكان الشخص اللي كل نسله يهودي صرف لا اسرائيلي لا غش فيه. لكن لما بيدخل الامميين في النسل ما يعتبرش نسل اسرائيلي كامل. حتى ربنا يسوع المسيح في نسله دخل امميين عشان يورينا ان هو بيكسب الكل من كل الامم من كل القبائل من كل الشعوب حتى الناس المزدرى بهم الناس المهانين والمدلولين ربنا خدهم في نسبه عشان يرفع البائس من المزبله. في اربعه في سلسله نسب المسيح حسب الجسد من الامميين. في ثمار، في بتشبع، في رعوف، في رحاب، أربعة أمميين وليسوا من نسل إسرائيل. فنثنائيل فكر إن فيلبس هيقول إن هو صديقه، يعني يعمل عليه نمرة يعني عشان يبقى فاهم وعارف ويبدأ يضمه بسهولة. فراح قال له انت شفت ان انا معلم وانا مسيا عشان قلت لك اسرائيل ده مش فيه. فقال له كلمه ربنا يسوع المسيح نهت الحوار كله. قال له قبل ان يدعوك في لبس وانت تحت التينه ايه؟ رايتك. دي كانت الجمله القاطعه المانعه مع نثنائيل. قبل ان يدعوك في لبس وانت تحت التينه رايتك. دي ليها قصه. احنا زي ما قلنا ان نثنائيل كان من مواليد ايه؟ انا اللي صاحي معايا كان مواليد بتلحم. ولما صدر الامر بقتل كل اطفال بيت لحم كان المفروض نثنائيل يموت. ربنا يسوع المسيح هرب الى مصر. نثنائيل امه خافت عليه فراحت قبل ما يهجم الجنود ويقتلوا الاطفال راحت مخبياه تحت شجره التين وغطته.
دخل الجنود ده وهم لا يروش بعد واحده نتنائيل بعد ما مشي الجنود واطمنت خدته وطلعت على بيت صيدا وربته هناك وبعد كده راح الشرقيه. فنجا من القتل. مين كان يعرف القصه دي؟ امه بس هي اللي عملتها. ما كانش ينفع تقول لحد عليها. لو قالت لحد الخبر هينتشر هيجي الجنود هيخلصوا عليه. فامه حكت له السر وبعد كده ماتت. فما فيش حد يعرف السر ده غير نتنائيل. ما كانش ينفع يقول في لبس عليه ولا يقول لاي مخلوق عليه ان لو انتشر الملوك المتسلسلين من هيرودس هيموتوا وهيتنفذ امر الملك. امر الملك قاطع مانع. فاول ما قال له كده قال له انت هو المسيح وخلص العالم. انت البلاد. انت ملك اسرائيل. محدش يعرف السر غير ربنا. وبما ان هو قال له هو الله الظاهر في الجسد. اول ما قال له النقطه دي الموضوع خلص انتهى. مفيش مجال للشك. هو الله الظاهر في الجسد. القصه دي ما كانش حد يعرفها غير امه ماتت. فهو اللي قالها لي. طيب ليه شجرة التين بالذات؟ اشمعنى شجرة التين؟ ليها سبب. أبوينا الأولين آدم وحواء لما أخطأوا وعرفوا إن هما عريانين عملوا إيه؟ خاطوا لأنفسهم منازل من ورق إيه؟ تين، تين المحشور، ورق بتاعه كبير. تلاقوا في الورق كده حاجة زي الشوك يسموه سن. فالكتاب بيقول خاطا لأنفسهم، ما جابوش خير وقعدوا يخيطوا، ما كانش في الكلام ده. كانوا يجيبوا السن بتاع الورق ده ويفضلوا يدبسوه في بعض لغاية لما يصنعوا منازل ويشتروا نفسهم بيها. بس مع الوقت ورق التين بيحصل له إيه؟ بينشف. لما ينشف بيتكسر وبيقع. فلا هو بيداري وفي نفس الوقت السل اللي عامل زي الشوك ده بيبدا يشوك. فلا هو بيستر ولا هو بيريح ورق التين. لا هو بيستر ولا هو بيريح، كان بيقع ويبقى ملوش قيمه. فبعد كده الله عمل ايه؟ لما لقي ورق التين ما بيسترهمش عمل لهم ايه؟ صنع الله رب الاله اقمصه ايه؟ من جلد. أقمصة من جلد. الحاجة اللي ما كانتش بتستر وكانت بتعريهم وكانت بتأذيهم وكانت بتؤلمهم خلاص شالها ربنا وإداهم أقمصة من جلد. قيمة قميص جاية من يتقمص ومن جلد، جلد الخروف. فخلى آدم وحواء يتقمصوا شخصية الخروف. الخروف اللي ماشي جنب إيه؟ جنب الراعي، الراعي الصالح، مخلص نفوسنا الحقيقي. دايما الخروف يشرد ويبعد والدنيا بتشده، لكن طالما جنب الراعي، الراعي هيدين وهيسمع صوت الراعي لا يمكن يضيع. فده اللي عمله رب الاله. شال اوراق التين اللي صنع منها منازل وادهم قميص. قميص من جلد، قميص الخروف اللي يكون جنب الراعي اللي يتمتع بحنان وقوة الراعي الصالح. هو ده ربنا يسوع المسيح اللي بيبدل وجعنا براحة، يبدل حزننا بالفرح، يبدل ضعفنا بالقوة. بس أنت صدق مواعيده في حياتك. ربنا يسوع المسيح ليه لكل مع كل واحد فينا قصة. قصة عجيبة محدش يعرفها غير الإنسان وربه. بالضبط زي قصة نتنهيل. محدش يعرف سره غير مين؟ غير ربنا. ولما ربنا قال له اعترف وآمن وقال أنت هو المخلص، أنت هو ملك إسرائيل، أنت هو الله الكلمة الظاهر في الجسد. مفيش. فكل واحد فينا معاه قصة سرية مع الله. زي قصة نتنهيل. كل واحد فينا
ربنا صدقه كم مرة، كل واحد فينا ربنا نجاه كم مرة، كل واحد فينا ربنا وقف معاه كم مرة وغير حزن الفرح وضعف القوة. بس احنا بننسى عمل الله، بنبقى عاملين زي فيلبس، نشوف المعجزات ونقول له امين الآن، طب عايز ايه تاني؟ ما انت قريب ومؤمن. طب ما كتير يا رب بنطلب وما بتنفس، يبقى نؤمن ازاي؟ ولا قصة يوسف ربنا قال له هتكون سيد على اخوتك وهتكون ذو شأن عظيم، وحصل العكس، اخواته كانوا اسياد وهو بيع كيان كعبد، وشاف ايام صعبة ودخل السجن واتبهدل. ما قالش ربنا فين عملك؟ فين معجزاتك؟ فين فين؟ ما قالش كده. صدق مواعيد الله وفي الوقت المناسب تحققت المواعيد، لذلك دعي بيوسف ايه؟ الصديق. صدق مواعيد الله وعرف ان الله مواعيده حقيقيه، ولكن الله احيانا يمشي متمهلا لكنه لا يصل ابدا متاخرا. فلا تكن في طلبتك متعجلا، بل كن شاكرا واثقا متهللا. ما تطلبش المواعيد من ربنا، صدق عمله في حياتك، امن بيده العزيزه وذراعه العاليه التي تنتشلك مما انت فيه، امن انه الله وحده هو القادر ان هو يغير كل مجريات حياتك. فقط آمن وصدق المواعيد، آمن وصدق المواعيد، عشان ربنا دايما يكون معانا ساندنا وعاضدنا ومفرحنا في الضيقة. فإن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر، مهما حدثت اضطرابات ومشاكل وصعوبات وتجارب وغلاء وحروب ودمار وخراب، في كل هذا لا ينزع أحد فرحنا ايه منا. احنا فرحانين بربنا، مصدقين مواعيد، عندنا ثقه كامله ان هو وحده القادر ان يغير الاحوال، عندنا ثقه كامله ان ينسب في وادي ظل الموت لا اخاف لان ربنا معنا، عصاه وعكازه هما اللي بيعزوا. ربنا يدينا دايما نكون عندنا ثقه كامله في عمل الله في حياتنا، ربنا يدينا يكون عندنا ايمان كامل أن الله وحده هو القادر أن يخلص ويسند ويشد ويفرح في وسط الضيقة، بالرغم من الألمات، بالرغم من الصعوبات، بالرغم من التجارب، بالرغم من تمهل الله علينا، يكون عندنا ثقة، نكون مصدقين المواعيد حتى حدث العكس، لكن ربنا في الوقت المناسب والوقت المحدد من السماء اللي فيه مصلحتنا هيحقق الوعد وينفذ الطلب. لأن الإنسان بينظر تحت رجليه، ودائما الإنسان بينسى عمل الله لديه، لأنه سمي إنسان لأنه كثير النسيان، بينسى عمل الله، بينسى كم مرة ربنا افتقده وخلصه مما هو فيه، لأنه إنسان. لكن الله الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى، الله الراعي الصالح مخلص نفوسنا الحقيقي اللي يترك 99 خروف ويسعى وراء الخروف الضال عشان ينتشروا من وسط انياب الاسود، ينتشروا من بين يدي عدو الخير اللي عايز يفتك بنا ويضمنا الى مملكته، لانه يحسدنا على الملك المعد لنا من قبل انشاء العالم. فكما ضاع ابليس وملائكته عايز يجيبنا لمملكته، لكن نلتصق بالرب، نتمسك به، نؤمن بعمله في حياتنا، هو الوحده القادر ان يخلصنا. ربنا يدينا نكون دايما نؤمن بعمل الله في حياتنا، مصدقين وعود الله لينا في كل وقت، لالهنا كل مجد وكرامه وعزه وسجود من الان والى الابد كلها، من بالحقيقه نؤمن.